مساء الخير عليكم جميعا، أنا ذاهبة الآن إلى حفل تضامني تقيمه الجالية العراقية في ميشيغان. الحفل حيتضمن أغاني وشعر وكذلك مسرحية، كلها بطابع وطني حتى نعلن تضامننا مع المتظاهرين العراقيين في العراق. نأمل أن يحقق الثوار جميع مطالبهم بأقل خسائر ممكنة، وأن لا تستغل جهات أخرى هذه الجهود. شاهدوا الفيديو للتعرف على فقرات الحفل أو هذا المهرجان التضامني. معكم يسر القزويني. ومن بكر النصف أسرى إلى حمال بالشوكة إلى أن تنعت التظاهرات. أول يوم وأول شيء صنف ستة مظاهرات ابن تيمية. هذا هو عيش المنكدة. يا شدة عشق بقلوب ثوار، يا شمعة درب تشرين مشتعلة، يا بيرغي رفرف بسما الأحرار، يا نذر طلبته من امك وشفته، تبقى انت العشق للوطن وانت الحبيب، جبت لنا الفخر والنصر جبته. الحق والزمان سيدهران أساسة العريان، من وسخوا الحياة وسرقوا الخبزة والعزة والإحسان، ولطخوا جبين هذا الوطن النازف والمقهور بالحقد والبهتان. معذب نشيد المدرسة شبي، لا أنا حفظت ونمت ولا قلبي ناسي، تارسني خوف وبكي بكل دفتر ألقي، ذبحوني بالمدرسة والعلم مرفوع، دمي اختلط بالنشيد وصاح ممنوع، هيجي طفل ينذبح والعلم مرفوع. توهجت مثل قرص الشمس تنتقل لتحرق الزمر اللاتي ادعى كذبا بأنها لكتاب الله تستهدف. وسوالف الف ليله وليله.